أغلبيتهم عم يسألوا إذا أنت صايم. طبعا صايم. كيف شايفين؟ عم بتقضي أجواء ما في رمضان؟ شيء جنبي. لا أنا بصوم تقريبا كل سنة، بعض الأحيان إذا كانت يعني إذا كانت المنطقة كتير حارة يومين ثلاثة بدون صوم. أنت على الآن بال اي وولادك وعائلتك بمنطقة أخرى بسبب بسبب الحج المنزلي، عادة لما كنتوا تكونوا مع بعض كيف كنتوا تقضوا أجواء رمضان؟ كنتوا تفطروا سوا؟ عندكم هالأجواء الرمضانية ما في البيت؟ يعني مو كل الأولاد بيصوموا. تقريبا عندك ألانو وماريال وجيجي بيلا، بعض الأحيان أنور بيصوم، بس هالأيام أنا بتصور ما عم يعني كلنا عم نصوم هلأ. بحب يعني يعملوا أشياء عربية، أشياء مسلمين، لأن المسلمين هنا طبعا. اليوم على أساس الانترفيو أنا وياك، وإذا بلاقي جيجي ترند وورلد وايد على بالأخبار وعلى تويتر. My question is, shall we start calling you a grandpa محمد حديد؟